قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم رانا يوم الاحد، وكما على بالنا باللي الحد الاخراني تاع شهر ماي هو عيد الام، مالا هذا هو موضوعنا اللي حيكون النهار اليوم. شوفوا معنا تل الحد الاخراني تاع شهر ماي يمثل عيد الام الجزائريه. عيد الام بارتو ها. واش تقدر بهذه المناسبه واش تقدر تقول على الام؟ الام نتمنى لها عيد سعيد ان شاء الله، وكل عام وهي بخير. والام هي اللي ربات، وهي اللي وعات، وهي اللي دارت كلش. مالا نكرموها بالحد هذه ان شاء الله، ونتهلاو في والدينا. هذا ما يكفيها نهار واحد. لا الام ديما كل يوم عندها عيد، بينما كل يوم تهلاو فيها وشاك جور يعني. وان شاء الله نتمنوا ماتنا كامل يكونوا بصحه جيده ونتهلاو. بمناسبه هذا اليوم حتدي لها كادو ليماك؟ لازم، هي انا راني بعيد عليها، بس حنروح على جالها وندير لها كادو بربي ان شاء الله. يعني ما لقيتش كلمات، يعني الكلمات ما تكفيش، يعني واش الحق الام، يعني هي اللي ربات، هي اللي قرات، هي اللي يعني لازم نتهلاو فيها. لازم نتهلاو فيها، واش نديروا لها؟ قليل عليها، الجنه تحت اقدام الامهات. انت واش كحتي لها كادو في هذا العيد؟ انا اليوم ان شاء الله نشري لها اون بالغين واون اشار. الام هي بالنسبه لي بورتو انا متزوج، بصح يما تبقى هي اللي في القلب توجور. والله يشد لنا كامل اماتنا ان شاء الله. واش راك حتدي لها كادو؟ تدي لها كادو ولا ما تدي لها؟ بربي ان شاء الله ندي لها كلكو شوز سيمبوليك، مي ان شاء الله. ورده. واش ثاني؟ كادو كبير، روبا كبيره ان شاء الله. الحد الاخراني تاع شهر ماي واش يمثل؟ واش يمثل؟ ما على باليش. عيد الام ما على باليش، جو كوني با سي شوز لا، ما نعرفهمش. ما تسمعش قاع بعيد الام؟ جامي. علاش؟ انا اون في بارتي دون جينيراسيون، سي شوز لا نيكزيستي با. وما ينساوش باللي الجنه تحت اقدام الامهات، هذه ما حناش قلناها هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه وصى على الوالدين، قال لك ان رضا الله من رضا الوالدين. نعرف لازم نتهلاو فيهم. نتهلاو فيهم بزاف ان شاء الله، ونطلبوا منهم السماح توجور. ونطلب ان شاء الله ربي يخليها لنا، وما كانش كيما حب تاع الوالدين، ما كانش حب كيما تاع الامهات. وقد ما نحبوا نردوا لهم خير تاعهم، ما نقدروش نردوا خير تاعهم. ورضا الله في رضا الوالدين، والجنه تحت اقدام الامهات. ويا خو ان شاء الله ربي يخليها لنا. انت في هذا النهار راك حدي لها كادو؟ بيان سور يا خو، كيما درت يماك كيما دير. امهات هي ما كانش حب صافي وافي كيما الام. واش راك حتدي لها كادو؟ باغ اكزومبل ندير لها كاشكات فيه دعاوي ان شاء الله، ندير لها قرعه ريحه. باسكو هي اللي رباتنا، هي اللي اشاك فوا توصينا، هي اللي تمدنا كيما يقولوا دي كونساي بور كون بيس فير كيك شوز دو بيان. وتعبت علينا بيرسونيلمون. انا جو لونس ان ابل سينيغي ما عطيك من الصحه، فينو كيخدم دوك اللي في الليس قسمي تسكر ضمي اللي هذا مشطوحه سوجور لحقادو ندان دالي اثور. الحمد لله ان غران طوماج كنقارنا كني ثان ميرث 1000 فوا، ميم سي اون اريف على ريميرسي، مي ريان امبيش ما نقدروش كيما يقولوا نلحقوا نرجعوا لها الخير تاعها. الخير تاعها. اش رايك في هذوك زعما اللي يعاملوا يماهم شغل معامله سيئه، ما يقدرش يماه؟ هذوك ما ربحوش في الدنيا ما ربحوش في الاخره اخويا، هذوك من عند ربي ما ربحوني في الدنيا ني في الاخره. ما لازم تهلاو في الوالدين. لازم تهلاو في الوالدين وسيرتو الامهات، خاطر قال لك الله الجنه تقدم الامهات. واش رايك في هذوك اللي شغل تكون عندهم معامله سيئه مع يماهم؟ كاينين مالوروزمون، هادي فيو ليدوكاسيون، باسكو ليدوكاسيون عندها ان رول تري تري امبورتون. انا بير كيما يقولوا بور تو الموند تو لي جون دو يتهلاو في الامهات تاعهم، مالغري كو يزعفوا منهم سي يحبوا لهم الخير. باسكو ما كانش ام في الدنيا اللي تحب لو مال ولا الشر لولدها. اللي يعرف قيمه اليمات، اليمات كل يوم عيد تاعها، كل يوم تقادرها، وكل يوم تحبها، وكل ما يكون عندك جيب لها كادو. ما عندهاش نهار واحد، ماشي انت 364 نهار كما يقولوا تزنبلها. من بعد تيجي نهار عيد الام تجيب لها باطا باتيسري ولا تجيب لها كادو تاع 10 ملايك. الاخراني تاع شهر ماي واش يمثل؟ يمثل لا فيت دي مير بيان ايفيدامون. Et à cette occasion, je tiens à souhaiter à toutes les mamans une joyeuse fête, surtout pour ma mère et ma future belle-mère, entre autres. C'est tellement grand pour parler de notre maman que les mots ne sauraient décrire. Donc, je tiens juste à leur souhaiter une joyeuse fête. Et pour ma mère, je vous aime beaucoup. Oui.
اون بليس عندها عوينه وحده دونك يبارك فيك اي سجيك. واش راكي تجيبي لها كاد؟ جوستومون اني خارجه دوك اني حنشري ان كادو بور ما ميغ اي ما فيتور بيل باغ اكزومبل. زعما واش راكي حابه تشري؟ لا فيسيل. لا فيسيل مع رمضان دونك سي لوكازيون. او يما هي كلش هاد الدنيا كانت روح لك العجوز سيبو خلاص مابقاش الدنيا. انت راك شغلك تتهلا فيها شويه ولا؟ لازم هي كلش يا دوكا هكا تجيب لها كادو زعما في هاد النهار لازم يا واش راك حتجيب لها؟ جيب لها ريحه. نجيب لها ريحه ماركه ماشي ماشي فالصو. لا نجيب لها ريحه ماركه زوج ملايين نطلع يا اخو. تشري لها ريحه زوج ملايين؟ نورمال نشريها لها ماشي خساره فيها يا. عيد سعيد وهي اساس الوجود وبالتالي هي هي اساس الوجود والام يعني حتى الشريعه الاسلاميه احنا جعلت الجنه تحت اقدام الامهات يعني لازم نتهلاو فيها. لا بد من طاعتها واحترامها وتقديسها لانها الله انزلها هذه المنزله. واش رايك في هذوك اللي ما يحترموش يماهم وما يقدروهمش وشغل يعاملوهم معامله سيئه؟ ربي يهديهم سي تو سكو جو بو دير باسكو اون مير سي ان جويو كي فو انترتينير ا شاك فوا. دونك اذا تضربها تحقرها وما تحترمهاش راح اشاك فوا يروح شويه من هذاك لو جوايو ما يبقاش يبريي هذاك لو جوايو. لازم نحطها فوق عينيها يعني قد ما تهلاي فيها قليل بيان سور قد ما نديرو لها قليل بزاف كاع. وانت راك حدي لها كادو في هذا النهار؟ وي اليوم نروح نشوفها. واش راك حدي لها؟ نروح نشوفها. واش راك تمدي لها كادو؟ نروح نعمرها بلي بيزو نروح نقول لها ماما نحبك باسكو ماشي مولفه كاع نقول لها نحبك. بمناسبة هاد اليوم راكي رايحة تقولي لها نحبك فوالا ما ديرلهاش كادو؟ نو كادو ديجا انا كادو لازم تشوفني. واش تقدر تقول على هذوك اللي عاملوا والديهم شغل بمعاملة سيئة شغل ما يحترموهمش وما يقدروهم؟ هذاك يدخل نسموه عقوق الوالدين وهذه الاصناف هذه لم توجد في حتى شريعة وبالتالي هؤلاء نوجهوا لهم نقولوا لهم ان شاء الله يعودوا الى طريق الصواب ويقتديوا حتى نشوفوا يقتديوا حتى بالحيوانات تقدس الامهات وبالتالي المفروض هؤلاء يحترموا امهاتهم ويطيعوهم ويستجبوا لهم. امي نحبك كثير ونتمنى لك طول العمر وصحه والعقوبه العامجه ان شاء الله. ماشي كاين بزاف اللي يحشموا بكلمه يما يما علاه يماك هي اللي رباتك هي اللي طولتك هي رجعتك راجل. انا نقول لها ماما نحبك بزاف بزاف. كازيون دو لا فيت دي مير Je tiens à souhaiter à ma mère une joyeuse fête et je l'aime énormément et à toutes les mamans joyeuse fête des mères. نقول لهم ما صحة عيدك ونضمهم كل يوم عشية برك اليوم ونقول لهم ما دخلت معك في عفسة ولا سمحي لي باسكو ما بايش انا هذه عفسة كما نقول لك تريز امبورتون يا اخو نحبك يما بزاف بزاف وان شاء الله ان شاء الله انا نموت قبلك برك. هذا واش نقول لربي سبحان. الام هي راس المال والفايده داكور. اذا كوش نقول لك خويا العزيز جيمغي بيان انفاي ميساج ا مامون باسكو راهي بعيده عليا بزاف نقول لها ميرسي بوكو بوغ تو لي ساكريفيس اللي درتيهم على جالي ربيتيني كبرتيني مالغري تو. انت هي تي لا سول بيرسون كي كونت بور موا وربي يخليك ليا يما العزيزه. واش راك حدي لها كادو؟ نجيب لها بارفان اون تخيك كوم سا سا سخي اون سيربريز كومام. بمناسبه عيد الامهات نتمنى عيد ام سعيد لامي وكل كل امهات عيد سعيد لهم. صح عيدك ماما ونحبك بزاف. لتصلك اخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسميه.